أفعله. فينبغي على المؤمن أن يتقي الله في المعاصي التي يأتيها. وكلما عظمت حرمة الأيام عظمت حرمة المعاصي فيها كيفا لا كما، فالمعصية تتضاعف كيفا، إما زمانا أو مكانا أو ذاتا، ما بحال الشخص وبحال الزمن الذي هو فيه أو بحال المكان الذي هو فيه. فالأيام العشر من أعظم أيام العام كما مر معنا، ولا ينبغي لمؤمن، المؤمن كما مر معنا في لقاءات سابقة، إن لم يستطع أن ينافس المتقين المقربين في طاعتهم نعم فلينافس المقصرين في استغفارهم. أما أن يخلو من هذا وذاك ويأتي للمعاصي في أيام كهذه فيصنعها عمدا دون مبالاة ودون استشعار، لا يفرح بالحسنة إن آتاها ولا يحزن على المعصية إن صنعها، فهذا والعياذ بالله دلائل خذلان ودلائل حرمان ودلائل خسران، وقد يهلك إن لم تتداركه رحمة الله جل وعلا.